انا اسفه، انا ما كنتش اقصد. انت كنت هتوقعيني على وشي على فكره، بس برضو ما ينفعش كده. خلاص يا مامي تعالي. شكله مش طبيعي. ده بجد عندك حق، حاسه ان في حاجه. يكون موضوع امه بتاع امبارح؟ تصدقي صحيح، انا كنت ناسيه الموضوع ده خالص. يا جماعه امه ايه بس، ما الموضوع ده عدى وخلاص. انا مش شايفه امه خالص، اصلا هي فين؟ هتلاقيها اكيد موجوده. انا مش عارفه انتوا مالكم، انتوا حشرين كده ليه؟ الواد برضو اليوم صعب عليه وتقيل، والبنت جنب بصراحه مش سهله وشكلها كده هتغلبه من اول جوله، وهو قلقان ممكن يقدم النهارده خطاب تنحي ولا اعتزال. انت قليله الادب، تنحي ممكن يعمل بيان رقم واحد. والله العظيم انتوا بتتهموني باطل، بس بقى انتوا الاثنين هتفضحوني. والدتك فين يا عماد؟ مش جايه. مش عايش جاني يا عمي. انت بتهرج؟ ده مش وقت تهريج. انا مش عايزك، انا مش عايزك. خليتيني اتنزلت على كل حاجه، وكله كان بموافقتك يا عم انت وطنط. طالعين بيها السما قوي، وليكوا حق، فيكي كل حاجة حلوة، دكتورة وغنية وجميلة. أهلك علموكي كل حاجة، بس نسيوا علموكي تحبي حد تاني غير نفسك. وأنا وحياة الكنيسة اللي أنا واقف فيها دي حبيتك. بس انا قررت احب امي اكتر، لان يوم ماليش خير فيها مش هيكون لي خير فيكي. يلا بينا، ربنا يديك حد تاني احسن. احبك اكتر من كرامته.
إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ رب حق القدوس لا تنزعه مني، إنني بجد حبك.